هنبدأ دلوقتي نتكلم عن موضوع تصميم البلاطات الفلات سلاب. لو فاكرين السنة اللي فاتت احنا خدنا انواع البلاطات، كنا خدنا معظم البلاطات اللي ممكن تقابلوها في اي مبنى، اللي هي كان عندنا في نوع اللي هو اسمه معايا كده، كان في عندي نوع اسمه السوليد سلاب، كان في عندي الهولو بلوك، كان في عندي البانل بيمز. البانل بيمز لو فاكرين كانت بتقسم لي المبنى الهولو او ايه او سوليد سلاب. طيب لو فاكرين كان عندي في السوليد سلاب الفكره كانت عندي في انتقال الاحمال. انتقال الاحمال في السوليد سلاب كانت بتمشي لي ان انا باجي احط احمالي على البلاطه، البلاطه بتعمل لود ديستريبيوشن فتوزع الاحمال على الكمرات. عشان كده كنا بنقول ان السوليد سلاب دي دايما معاها كمرات اللي هي عرفنا ازاي ايه نصممها، فكانت احمالي تتوزع من البلاطه تروح للكمرات والكمرات توزع احمالها على الاعمده عن طريق ايه الشير فورس دايجرام، كنا بنعرف منه نحسب الرياكشن اللي جاي لي على الاعمده. طيب لو قلنا الفلات سلاب ايه الفرق ما بينها وبين السوليد سلاب؟ الفكره كلها في انتقال الاحمال. برضو في الفلات سلاب مفيش عندي كمرات، فبلاقي ان الحمل هيروح لي من البلاطه للعمود على طول. يعني ايه؟ يعني بتلاقي البلاطه عندك بالمنظر ده كده، ادي البلاطه بتاعتي وبلاقي فيها الاعمده موجوده ومفيش كمرات موجوده، يبقى انا الحمل اكيد بتاعي هيروح لي من البلاطه هيروح لي للعمود، ومن العمود يروح لي للايه للفاونديشن بتاعتي. طب برضو لازم نفهم حاجه او ناخد بالنا من حاجه، مش معنى ان انا اقول فلات سلاب ان انت مفيش عندك كمرات خالص. ممكن يكون عندك كمرات، الكمرات دي ممكن تكون كمرات طرفيه بنسميها مارجنال بيمز، دي كده حاجه اولانيه. وممكن يكون عندك كمرات داخليه برضو، يعني انا بيكون عندي اعمده بالمنظر ده، لو انا سبت السيستم بالمنظر ده كده لوحده يبقى الاحمال بتاعتي هتروح لي من البلاطه لمين؟ للكمرات، يبقى كده سوليد سلاب. لكن لو تخيلنا ان انا في عندي اعمده موجوده جوه كده كمان، معنى كده ان الاحمال اللي جوه دي راحت لي فين؟ على الاعمده على طول، يبقى كده ده اسمه ايه؟ فلات سلاب. طيب انا ممكن برضو يكون في عندي كاميرا مثلا، في عندي مثلا المنطقه دي ممكن يحصل فيها ديفليكشن، عملت كاميرا بالمنظر ده، لكن لسه تعتبر فلات سلاب، لان الكاميرا مش فايدته ان هو ياخد لي الاحمال بس، لا ليه فايده ثانيه الاهم او الهدف الاساسي ان احنا نحط الكاميرات في الفلات سلاب اللي هي بتربط لي الاعمده او مقاومه الايه القوه الجانبيه. طب حاجه ثانيه برضو نكون عارفينها، ان انت بعد كده لما يجي يقابلك مش ضروري ان انت تلاقي دايما المبنى يا اما سوليد يا اما فلات، لا انت ممكن تيجي تلاقي مبنى بالمنظر ده كده، هاجي اقول له الجزء اللي هنا ده قسمه لي كده كمرات لسبب معين، واحط ادي كده اعمده اهي بالمنظر ده كده، يبقى الجزء اللي على الشمال ده البلاطه دي ايه سوليد سلاب، الاحمال هتروح لي من البلاطه تتوزع على الكاميرا والكاميرا هتوديها للاعمده. الجزء ده اقول له لا خليه لي بالمنظر ده كده فلات سلاب، يبقى الاحمال راحت لي من البلاطه لمين؟ للكاميرات. ممكن تيجي علشان تتربط الاعمده عندك وتقاوم القوه الافقيه قول لي اعمل لي هنا كمان ايه مارجنال بيم، يبقى ده كده اسمه فلات سلاب بس هنا ايه سوليد سلاب، يبقى هو كله في نفس الدور. تمام، يبقى انت ممكن عندك البلان يكون فيه اكتر من سيستم، ممكن اجي اقول له الباكيه دي مثلا كبيره اعملها لي هولو بلوك سلاب، يبقى انت في عندك اكتر من سيستم للايه للبلاطه، ممكن كله يجي في نفس المكان. طب هندخل كده في الاول مقدمه سريعه قبل ما نبدا في تصميم الفلات سلاب عن الفرق ما بين الاثنين وايه الافضل. طيب احنا عندنا كنا عارفين ان السوليد سلاب الفكره بتاعتها ان انا بشتغل لحد اريا، لو فاكرين قلنا الاريا بتاعتي دي يفضل لحد كام؟ 36 متر مربع، يعني اريا 6 في 6. طب لو اكتر من كده مش هتقول لا، يعني هتشتغل عادي سوليد سلاب، بس المشكله ايه؟ في السيكنس، كل ما زاد الايه؟ كل ما زادت الاريا او كل ما زاد الاسبان كل ما السيكنس بتاعتي بتزيد، ولما السيكنس بتزيد احنا عندي التي اس بتاعت السوليد سلاب كنا بنقول من 10 لحد 15، وبعد كده اكتر من 15 يعني من 16 وانت طالع بشتغل بطبقتين تسليح. والميزه بتاعت السوليد سلاب ان انت اصلا كان بيبقى عندك هي طبقه تسليح ايه؟ طبقه تسليح واحده، يبقى انا كده فقدت الميزه دي ان انا بقى عندي السكنس اكتر من 15 بقت 16، يبقى انا هضطر اشتغل بايه؟ طبقتين حديد. ده بالاضافه ان انت في عندك كمرات والكمرات بتاخد تسليح، فبتلاقي التسليح بتاعك كتير فبتبقى غير ايه؟ اقتصاديه، تمام كده؟ طب لو جينا نبدا نقارن بقى ما بين الاثنين. طبعا اول حاجه كاريا اللي بيشيل اريا اكبر هي الفلات سلاب، يبقى هنا هنخليها يفضل لحد 36 وهنا اكتر من 36، ده كده ايه الشكل المفضل. طيب بالنسبه للشكل المعماري ايه هو الافضل؟ اقصد ايه بالشكل المعماري؟ انا لو جيت دلوقتي بلان بالمنظر ده كده او ده كده انا باصص اليفيجن ده كده، نقول ده كده منسوب الزيرو، يعني انا هنا منسوب الشارع، انا هنا مثلا ده كده الدور الارضي هنسمي ده كده الجراوند فلور الدور الارضي اللي عندي، ده كده هنا عندي هيبقى اسمه الدور الاول هنقول ده كده فيرست فلور، ارتفاع الدور مثلا هنا 3 متر. جيت انا هنا في عندي اوض مثلا،
لو انا شغال سوليد سلاب ايه المشكله؟ ان انت عندك سقف الجراوند، سقف الدور الارضي اللي هو بيبقى فوق هيبقى سوليد سلاب. سوليد سلاب يعني انت هتبقى ماشي هتلاقي فيه كمر ايه سايط لي بالمنظر ده كده، بيبقى كشكل جمالي ايه مش كويس. يعني انت هتبقى ماشي كده زي اللي احنا شايفينه فوق ده، بتلاقي عندك هنا ايه كمر، بس ده كده فريمات تمام. فبتلاقي في عندك كمر كده، الكمر ده بيبقى ايه منظره معماريا ايه مش مفضل. يبقى كشكل جمالي الفلات سلاب هو الافضل، لان الفلات سلاب اصلا مش هتلاقي عندك الكمر، فالسطح بتاعك ده بيبقى سطح ايه مستوي بالمنظر ده كده، يبقى انت عندك معماريا محافظ على الشكل. يبقى انت بتيجي تحط اولويات، لما اجي اشتغل هشوف الاريا بتاعتي، هشوف الشكل المعماري. يعني افرض مثلا انا عندي اريا صغيره بس مش مطلوب ان انت ايه يبقى فيه كمرات ساقطه، يبقى مش ايه علشان الشكل المعماري هلجأ للفلات سلاب، يبقى انا بحط معايير عندي. طيب حاجه ثانيه كده، سهوله التنفيذ. ايه اللي هيبقى اسهل لي في التنفيذ؟ طبعا هيبقى الفلات سلاب. السبب الشده الخشبيه بتاعتك. هنا الشده الخشبيه لما النجار بيجي يشتغل بيحط القوايم بتاعته هتلاقيها كلها مالها نفس الارتفاع، لكن في السوليد سلاب بيبقى عندك فيه جزء كمره فيعمل هبوط، فيه جزء مش عارف ايه فيقعد. طبعا لو في كمر مثلا مختلف السيكنس فيبقى عايز تركيز ويبقى صعب في التنفيذ تمام، وصعب في المتابعه. يبقى كسهوله التنفيذ هيبقى عندي برضو الفلات سلاب. طيب كتكلفه، لو جينا حسبنا التكلفه، هنا التكلفه بتاعتي بتاعت السوليد سلاب هتبقى تكلفه ايه؟ تكلفه البلاطه اللي هو الحديد بتاعنا بيبقى حديد طبقه واحده، طبقه واحده تسليح. طب والحاجه الثانيه تكلفه حديد مين؟ الكمرات. يبقى ده كده بالنسبه للايه للسوليد سلاب. طيب بالنسبه للفلات سلاب معايا كده، هيبقى في عندي طبقتين حديد، ففي الاخر هتلاقي الاثنين تقريبا زي بعض. يعني كتكلفه ممكن الفلات سلاب تبقى اغلى شويه، بس لو انت عندك مساحه كبيره اشتغلتها سوليد سلاب هتلاقي عندك كمرات كتير، وهتلاقي عندك البلاطه طبقه واحده، فهتلاقي عندك ايه التكلفه برضو ايه ممكن تكون عاليه تمام. يبقى في الحاله دي كنت ممكن افضل ان انا اشتغل فلات سلاب وريح نفسي. طيب لو جينا بصينا على التسليح، التسليح انا لسه قايل هنا بيبقى عندي طبقه تسليح واحده لحد 15 سنتي، وهنا بيبقى عندي ايه طبقتين تسليح. طب بالنسبه لمقاومه القوى الجانبيه، لو انا عندي مبنى خطر ان هو يكون عليه احمال كبيره رياح وزلازل، طيب يبقى انهي افضل؟ السوليد سلاب. السبب ان احنا في عندنا كمرات، الكمرات بتربط لي الاعمده وبتزود او بتحسن من المبنى في مقاومه القوى ايه الجانبيه. طب حاجه ثانيه عندي اللي هي مقاومه البانشنج اللي هو القص الثاقب. ايه هو القص الثاقب ده اصلا؟ لو جينا قلنا ده كده عندي البلاطه، وادي كده عندي ايه العمود، ده كده بلاطه فلات سلاب لان انا ما فيش عندي كمره. القص الثاقب او البانشنج يعني انت بيحصل عندك فيلير نتيجه ان انت عندك احمال كبيره. الاحمال الكبيره في هنا عندي سيكنس صغيره والعمود الدايمنشنز بتاعته ايه صغيره. ايه اللي بيحصل عندك؟ بتلاقي العمود خد جزء من البلاطه بالمنظر ده كده وحصل له طلع او فضل في مكانه، والجزء من البلاطه ده ايه نزل لتحت حصل له فيلير بالمنظر ده كده، والجزء ده من البلاطه حصل له ايه فيلير بالمنظر ده كده. يبقى حصل اختراق للعمود للايه للبلاطه، ده كده اسمه انهيار البانشنج. السبب الاساسي في انهيار البانشنج مين؟ السيكنس بتاعتي بالنسبه لدايمنشن العمود. طب انا حلي للحاجه زي دي ان انا اعمل ايه؟ ان انت لو في هنا السيكنس عاليه تمام؟ عندي كذا حل. اول حاجه بالنسبه للخرسانه ان انا عايز ازود هنا السيكنس، عشان ازود هنا السيكنس يبقى انا عايز اخلي السيكنس عاليه. ممكن اجي اقول السيكنس بتاعت البلاطه كتوتال زودها لي، يعني بدل ما هي كانت 20 قول لي كله 25، هتلاقيها هتبقى ايه هتبقى سيف. الحل الثاني ان انت عندك ممكن اجي اقول له اشتغل بدروب بانل، يعني اجي في المنطقه دي زود لي بس السيكنس. يعني انا جيت هنا السيكنس كلها ال 20، جيت هنا ايه زودت السيكنس بتاعتي خليتها ايه 30. طب الحل الثالث اللي عندي ده كده الحل الثاني، الحل الثالث ان انت تيجي تخلي البلاطه زي ما هي بس تعمل لي للعمود بتاعك تاج بنسميه ايه كولم هيد. يبقى انا عندي فيه هنا البلاطه اوردينري يعني عاديه بس زودت السيكنس بتاعتها. الحاجه الثانيه بلاطه عملت فيها دروب بانل، الحاجه الثالثه العمود عملت فيه كولم هيد لكن البلاطه مالها زي ما هي. يبقى دي كده الحلول اللي عندنا اللي هي الثلاث حلول، الهدف منها ان انت تقاوم مين البانشنج ستريس. ممكن بقى نعمل ايه في حاله ان السيكنس بتاعتك اكتر من 25 سم؟ ده الجديد عندنا في الكود، الكلام ده ما كانش موجود في الكود القديم. السيكنس لما تزيد عن 25 سم ممكن هتسيب الايه البلاطه زي ما هي كده، بس احط كانات او احط حديد يقاوم البانشنج. باجي هنشوف زي هنبقى نشوف اجي كده ادي عند العمود مثلا، لو انا باصص بلان باجي احط كانات هنا كده بالمنظر ده في ايه بعمل كده بالمنظر ده، الكانات دي هتقاوم معايا البانشنج. يبقى اخلي الحديد يشتغل معايا في مقاومه البانشنج.
لكن كان زمان بشكل اساسي كان بيعتبر ان بيقاوم البانشنج مين؟ الخرسانه الواحده. طيب يبقى دي كده ايه الثلاث حاجات اللي عندي عشان مقاومه البانشنج. يبقى لو جينا بصينا دلوقتي مين افضل في مقاومه البانشنج، الفلات ولا السوليد؟ السوليد اصلا مش محتاج تحسب عليه بانشنج. ليه مش محتاج؟ اللي انت عندك ادي كده البلاطه ويبقى في عندك كاميرا بالمنظر ده، يبقى العمود بتاعك مستحيل يقدر يعمل ايه بانشنج للكاميرا. يبقى لما تلاقي عمود لو هو جاب لك في امتحان ساعات بيعملها الحركه دي بيبقى محدد لك كذا عمود، المساله بتبقى طالب منك ان انت ايه تصمم البلاطه وصمم عمود وشيك على البانشنج لكذا عمود. ساعات يكون حاطط لك كاميرا مارجنال بيم فتلاقي ان انت عندك عمود مثلا هنا كان عليه كاميرا، يبقى العمود ده اكيد مش هيحصل عليه ايه بانشنج. يبقى طالما في كاميرا مع العمود يبقى البانشنج مش هيحصل، يبقى ايه مش محتاج اسيف عليه واقول له على طول سيف لان مستحيل العمود هيخترق الايه الكاميرا دي كلها. تمام كده. نبدا بقى على المساله بتاعتي. احنا دلوقتي عايزين ناخد اربع سكاشن على الفلات سلاب. ليه اربع سكاشن؟ احنا عندنا المساله بتبقى مطلوب منك ثلاث حاجات. اول حاجه بيطلب منك تصمم البلاطه. البلاطه عندنا بيبقى ليها ثلاث حالات، يا اما تكون بلاطه اوردينري اللي هي بلاطه عاديه، يا اما يكون فيها دروب بانل، يا اما يكون فيها كولم هيد. ده كده سكشنين. بعد كده في عندي تصميم العمود وبعد كده تشيك اوف بانشنج. ده كده سكشن، وعايزين سكشن كمان علشان نشوف لو هستخدم الايه الحديد في مقاومه البانشنج. تمام. يبقى احنا عايزين كده كام؟ اربع سكاشن. النهارده هنبدا باول حاله عندي اللي هي الاوردينري البلاطه العاديه. السكشن اللي جاي على طول اللي هو الاضافي هيبقى الدروب بانل والكولم هيد، وبعد كده السكشن الاساسي بتاع الاسبوع الجاي هناخد تصميم العمود بالتشيك اوف بانشنج. تمام. عشان اللي بعده هنبدا بقى في الفريمات. تمام. طيب دلوقتي نتكلم كده عندي في مسالتي اول مطلوب اللي هو يطلب منك ان انت تصمم البلاطه الفلات سلاب. عشان ابدا اصمم البلاطه الفلات سلاب انا باجي ببدا خطوه في الاول خطوه اساسيه كده اللي هي احدد نوع البلاطه بتاعتي، احدد التايب بتاع الفلات سلاب اللي انا هشتغل عليه اللي هي هتبقى بلاطه اوردينري ولا بلاطه فيها كولم هيد ولا هيبقى عندك دروب بانل. بنحدد الكلام ده ازاي؟ احنا اتفقنا كده على اساس اللايف لود. لو اللايف لود اقل من 500 معنى كده ان انا اشتغل اوردينري النظام العادي. لو اللايف لود ما بين ال 500 لحد ال 1000 يبقى انت يا اما تشتغل بكولم هيد يا اما تشتغل بدروب بانل. لو اللايف لود اكتر من ال 1000 وده حاجه طبعا صعبه جدا تحصل يبقى عندك لايف لود اكتر من ال 1000 يبقى اشتغل بالاثنين، يبقى كولم هيد زائد الدروب بانل. هيبقى شكل الكلام ده ازاي؟ هنا اوردينري يعني البلاطه مع العمود، هنا كولم هيد يعني البلاطه كده العمود هيبقى ليه تاج، هنا دروب بانل يعني البلاطه بعمل فيها هنا سقوط، وهنا عندي الاثنين مع بعض يعني ادي كده في عندي دروب بانل وادي في عندي هنا ايه كولم هيد. فدي كده ايه الثلاث حالات اللي عندي. طيب احنا دلوقتي التقسيمه اللي احنا مقسمينها دي مش تقسيمه كود، يعني انت الكود مش بيقول لك قسم كذا. ليه؟ لو انا عندي اللايف لود اكتر من 500 اشتغلت اوردينري مفيش مشكله، بس تعالى شيك على البانشنج هتلاقي السيكنس ايه انسيف فتضطر تزودها تقول مثلا سيكنس 30 سم، يبقى كان افضل اشتغل دروب بانل وامشي السيكنس كلها ب 20 واجي اقول الحته دي هي اللي كام؟ ال 30. تمام. بس انت مفيش حاجه يعني الكود ما قالكش التقسيمه دي، عشان كده ممكن تيجي تلاقي مثلا دكتور ولا حاجه يجي يقول لك لحد 400 لحد مش فارقه معايا. تمام. طب انا دلوقتي احدد الكلام ده ازاي؟ عندي في مسالتي هو مديني اللايف لود بيساوي 400 كيلو جرام على المتر مربع، يبقى انا كده هشتغل النظام بتاعي اللي هو البلاطه العاديه اللي هو الاوردينري فلات سلاب. اخد بالي من حاجه برده مهمه، ساعات يجي في المساله ويديها لك جيفن، يعني يديك لايف لود يقول لك 600 يقول لك بس اشتغل البلاطه اوردينري، يعني ركز مع الجيفن. ممكن يجي يقول لك اشتغل لي كولم هيد، اشتغل لي دروب بانل، يعني تركز الاول مع الجيفن. لو ما قالش حاجه ابدا افرض انت، افرض على حسب مين اللايف لود اللي عندك. جينا هنا فرضنا البلاطه بتاعتي هتبقى اوردينري. بعد ما فرضت البلاطه اوردينري ببدا على طول اطلع شويه دايمنشنز، باجي كده ارسم ادي البلاطه اللي عندي اوردينري يعني بالمنظر ده كده ادي البلاطه وادي العمود. في شويه دايمنشنز محتاجينها، ايه الدايمنشنز دي؟ اول حاجه هنا ده كده السلاب. عايز اطلع دايمنشنز للبلاطه وعايز اطلع الدايمنشنز بتاعه الايه العمود. لو جينا بدانا قلنا بالنسبه للبلاطه السلاب، لو قلنا كده بالنسبه للبلاطه ايه هي الدايمنشنز اللي احنا عايزينها؟ هنجيب اول حاجه اسمها ال L1، تاني حاجه اسمها ال L2، بجيب منهم حاجه اسمها ال L واجيب ال TS. دي كده الدايمنشنز اللي عندي. طيب واحنا شغالين هنحاول نقول الفرق ما بينها ولو جات لك دروب او ايه او كولم هيد. تمام. طبعا اول حاجه عندي ال L1، ايه هو ال L1؟
قال لك انت عندك البلاطه بتبقى جايه لك بالمنظر ده كده، بيبقى عندي دي كده اسمها باكيه على بعضها، اللي هي متحاطه باربع اعمده، ودايما عشان احنا بنحل مانوال هتلاقي الاعمده جايه لك على صف واحد، لكن انت في الحقيقه الاعمده مش بتبقى على صف، بتبقى ايه مختلفه. بس الكلام ده مش هينفع يتحل مانوال، بيتحل ببرامج. يبقى عشان يتحل مانوال يبقى لازم هو بيبقى الاعمده ايه على نفس الخط. طب بلاقي عندي دي كده المتحوط باربع اعمده، دي كده بنسميها باكيه. باكيه زي دي بيبقى اسمها باكيه ايه اكسترنال، باكيه خارجيه. باكيه زي دي يبقى اسمها باكيه ايه انترنال، باكيه داخليه. تمام. كل باكيه بيبقى ليها طولين، الطول ال ده والطول ال الثاني. هناخد ال ال واحد الطول الاكبر للباكيه، وال ال اتنين هو الطول الايه الاصغر. يبقى انت عندك ال ال واحد هنا 6.5 متر، وعندك ال ال اتنين بكام؟ ب5.5 متر. من الطولين دول بجيب حاجه اسمها ال ال اللي هي 6.5 متر، اللي هو الطول الاكبر اللي هو مين؟ ال ال واحد. تمام. ده كده جبت اول حاجه. الحاجه الثانيه باجي احسب السيكنس. السيكنس قال لك القانون بتاعها بيساوي ال ال اللي عندك دي على 32 او 36. ال 36 دي بشتغل بيها في حاله ان انت عندك موجود دروب بانل. لو ما عنديش دروب بانل يعني انت عندك اوردينري او كولم هيد، بقول ال على كام؟ على 32. ال ال عندي اللي هي 6.5 يعني 650 سنتي على 32، قسمتها طلعت معايا بتساوي 20.7 مثلا سنتيمتر. هاجي اقربها، طبعا ما ينفعش اقول السكنس ب 20.7. المينيمم عندي اللي هو 16 سنتي اللي هو كان بتاع السوليد سلاب. لما اجي اقرب قلنا هنقرب لاقرب عدد زوجي او يقبل القسم على 5. يعني ايه اقرب عدد زوجي؟ يعني ممكن اقول 22 24 يقبل القسم على 5، يعني 25 تدخل معايا، 26 28 30، ده كده اقرب عدد زوجي او يقبل القسم على كام؟ على 5. جيت من هنا قربتها قلت بتساوي 22 سنتي، يبقى ده كده السكنس بتاعتي. تمام كده؟ ده كده اول حاجه عندي طلعتها اللي هي البلاطه، اللي هي مش هتختلف في اي نوع تاني. الحاجه الثانيه نيجي نبدا نشوف ابعاد الكولم. دايما هتلاقي الدكتور مديك ابعاد الكولم في المساله، يعني انت هتلاقي جيفن في المساله قايل لك ان البي بتاعت العمود او الاعمده بتاعتك 45 مثلا في 45 زي المساله اللي انا كنت بحلها. ده كده بالنسبه للاعمده. ليه بيبقى مديها لك؟ لان انت بيجي لك مطلوب بعد كده ان انت تصمم الاعمده، فعشان اصمم الاعمده فاجي احسب لها اللود وابدا ايه الكلام اللي احنا عارفينه وبقى نجمع والكلام ده، فبيبقى عندك البي والتي معروفه. طيب لو البي والتي مش معروفين، انا بيحكمني افرض انا اي بي وتي، بس بيحكمني حاجه اسمها المينيمم دايمنشن. يعني افرض براحتك بس ما يقلش عن المينيمم دايمنشن. ايه هو المينيمم دايمنشنز؟ قال لك الماكسيمم من 3 حاجات. اول حاجه 30 سنتي، حاجه ثانيه ارتفاع الدور على 15، الحاجه الثالثه ال واحد او ال ال 2 على 20. ال 30 سنتي ده رقم، الاتش فلور هو ارتفاع الدور على 15، ال واحد او ال 2 ازاي اعرف ال واحد او ال 2؟ قال لك على حسب العمود. يعني انا جيت مثلا العمود بتاعي هيتحط لي بالمنظر ده كده، ده كده هنا التي وده كده هنا مين؟ البي. يبقى انا شغال في اتجاه التي، هبص اتجاه التي ده مع مين؟ مع ال ال واحد، يبقى اقول ال واحد على 20. لو انا شغال في اتجاه البي هبص اتجاه البي مع ال ال 2، يبقى اقول ال 2 على 20. للتسهيل ممكن تقول ال واحد على 20 الاكبر على 20، ده كده دايما يبقى انت ايه مسايف نفسك. تمام. يبقى ده كده لو انت هتفرض ارقام افرض بس تكون اكتر من المينيمم دايمنشنز. عمرها ما حصلت دايما الدكتور بيديك الابعاد، فيبقى انا عندي مثلا ابعاد 45، يبقى البي بيساوي التي بيساوي كام؟ 45 سنتي. يبقى البي بيساوي التي بيساوي 45 سنتي. معايا كده؟ يبقى البي بيساوي التي بيساوي 45 سنتي. ده كده في النظام اللي هو الاوردينري فلات سلاب. هيختلف ايه بقى لو عندك كولم هيد؟ البلاطه ثابته، الكولم ثابت، دي خطوات ثابته. هيختلف ان انت بتبقى عايز تطلع الدايمنشنز بتاعه الكولم هيد. لو عندك دروب بانل يبقى انا عايز اطلع الدايمنشنز بتاعه ايه الدروب بانل، يعني تعويض في قوانين، ده اللي هيزيد علينا. تمام. هنكمل كده الايه المساله بقى. نبدا بقى الخطوات بتاعتي زي مساله السوليد سلاب. معايا كده؟ زي مساله السوليد سلاب لو فاكرين. اول خطوه عندنا ان احنا بنيجي نحسب اللودز، باجي من هنا اطلع اللودز اللي عندي الاحمال، وبعد كده ببدا اجيب منها بيندنج مومنت دايجرام. بالنسبه لللودز ايه هي الاحمال؟ ممكن اجي اشتغل بقانون اللي هو اجيب ديد لود ولايف لود واقسم اللايف على الديد علشان اشوف اشتغل بواحد ونص ولا 1.4 1.6. ممكن بقى مش هيفرق معانا الكلام ده قوي، نيجي نشتغل بالقانون بتاعنا نقول الدبليو سلاب التيميت بيساوي 1.5 في الديد لود زائد اللايف لود مره واحده، يبقى هيساوي 1.5 في
بالنسبه للديد لود، لو متخيلين معايا ايه هو الديد لود اللي هيبقى موجود، اول حاجه هتبقى موجوده اكيد الاون ويت، يبقى ادي الاون ويت بتاع البلاطه. حاجه ثانيه بتبقى موجوده اللي هي الفلور كفرنج، الارضيات. في حاجه ثالثه بتبقى موجوده اللي هي الوول لود. بالنسبه للوول لود ده حاجه مهمه جدا، لو فاكرين السوليد سلاب مين اللي كان بيشيل وزن الحوائط؟ الكمرات. يبقى انا دلوقتي بعد ما عملت مبنى سوليد سلاب، الحيطه بتاعتي ما ينفعش اشيلها واجي احطها في مكان تاني، غير لو المكان التاني، يعني ما ينفعش اجي اقول الحيطه احطها هنا غير لما اتاكد ان المكان ده تحتيه في ايه؟ كاميرا، تمام؟ لكن في الفلات سلاب البلاطه هي اللي بتشيل الحيطه، يبقى انت بعد ما عملت المبنى ممكن تشيل الحيطه وتحطها في اي مكان عندك، فدي بتدي ميزه معماريه للفلات سلاب. يبقى زائد الوول لود، زائد حاجه ثانيه عندي اللي هي الدروب بانل، لان هو يعتبر من الاون ويت، زائد اللايف لود. يبقى ده كده القانون بتاعنا. انا عندي لما اجي اعوض هنا الاون ويت هيساوي ايه؟ التي سلاب في الجامر انفورسد كونكريت، التي سلاب اللي هي عندي انا لسه مطلعها ب 22، يعني 0.22 في الجامر انفورسد كونكريت اللي هي ب 2.5. الفلور كفرنج هتلاقيه مدولك في المساله 150.15. الوول لود هتلاقيه جيفن، لو مش جيفن هفرضه بكام؟ ب 0.3 او ممكن تاخده بزيرو. الدروب بانل، الدروب بانل طبعا انا هنا في مسالتي مفيش دروب بانل، يبقى ده كده بزيرو. اللايف لود عندي في المساله ب 0.4. جيت هنا عوضت طلعت الدبليو سلاب التيميت، تمام كده؟ طلعت الدبليو سلاب التيميت عندنا واحد بوينت 8 طن على المتر مربع. مع كده نيجي بقى على الخطوه الثانيه اللي هي خطوه الاسترينج اكس. احنا الطبيعي زي ما احنا متعودين بعد ما جبت الاحمال باجي اكون عايز ايه؟ اصمم. عشان اصمم انا محتاج نورمال ستريسز. ايه هي النورمال ستريسز عندي هنا؟ اللي هي البندنج مومنت دايجرام. طبعا مفيش نورمال فورس، مفيش نورمال فورس يعني مفيش قوه في اتجاه الايه؟ البلاطه. القوه الجانبيه بيشيلها الشير وول وبيشيلها الكمرات، لكن مش هشيلها للبلاطه نفسها، تمام؟ يبقى انا عندي عايز اجيب البندنج مومنت دايجرام. عشان اجيب البندنج مومنت دايجرام دي الخطوه الثانيه اللي هي خطوه الاناليسز. في الاناليسز عندي في طريقتين، في طريقه اولانيه اسمها الامبيريكال، وفي طريقة تانية اسمها طريقة الفريم اناليسيس. دي كده الطريقتين اللي عندنا، الدكتور مش هيشرح غير الطريقة الأولانية اللي هي الإمبريكال. يبقى احنا مش محتاجين نعرف ازاي نحدد طريقة الإمبريكال، هو المفروض أنا بعرف أفرق ما بين الاتنين، إمتى أشتغل بدي وإمتى أشتغل بدي. بس هقولها لكم كده للعلم، أنا دلوقتي الإمبريكال ليها شروط، إيه هي الشروط؟ أول حاجة قال لك عدد البواكف كل اتجاه ما تقلش عن 3، يعني كده 3، وأدي الناحية التانية إيه؟ 3. الشرط التاني قال لك الاختلاف في الاطوال ما بين بحرين متجاورين ما يزيدش عن 10% وغير متجاورين ما يزيدش عن 20%. يبقى هنا ده زي ده، فاصلا هو ما فيش اختلاف. لكن هنا لو جيت قلت 6.5 زائد ناقص 5.5 على ال 5.5 هتلاقيها 18%، يبقى ما زادش عن 20، يبقى انا كده ايه؟ سيف. يبقى حققت الثلاث شروط بتاعت الامبيريكال، يبقى اشتغلت طريقه الايه؟ الامبيريكال. لو ما اتحققتش الشروط دي بشتغل طريقه ثانيه اسمها الفريم اناليسيس. انت طبعا هتبقى عارف ان انت طريقتك على طول مين؟ طريقه الامبيريكال. طيب طريقه الامبيريكال دي بتعمل لي ثلاث خطوات، الهدف منهم ان انا اوصل لمين؟ بالحمل بتاعي ده اجيب منه بيندنج مومنت دايجرام، تمام؟ طيب نيجي في طريقه الامبيريكال، اول خطوه عندنا اللي هي خطوه ان انا اجي اخد شرايح. معايا كده؟ اول خطوه بنيجي ناخد شرايح ستريبس، بناخدها في اتجاهين، في اتجاه الاكس دايركشن والاتجاه الثاني اتجاه الواي دايركشن. لما اجي اخد شرايح كده لو بصينا على الرسمه، الشرايح عندنا بتتقسم لنوعين. اول حاجه شرايح اسمها كولم ستريب، انا دلوقتي شغال في اتجاه الاكس دايركشن، باجي اقول عند العمود كده بعمل شريحه اسمها الكولم ستريب، شريحه عمود. يبقى دي كده ادي كولم ستريب. نفس الكلام هنا، ادي نفس الكلام شريحه حوالين العمود، يبقى كده اسمها ايه؟ كولم ستريب. هنا فوق هيبقى شريحه عمود بس ايه؟ كولم ستريب على 2، لان دي كده نص شريحه عمود على 2، يعني كده العزوم اللي هتطلع لي على هنا هتبقى نص العزوم اللي هنا، تسليح هنا يبقى نص التسليح بتاع ايه؟ بتاع هنا. نفس الكلام هنا تحت كده شريحه نص كولم ستريب، يبقى ده كده الكولم ستريب. طيب ما بين الكولم والكولم هيبقى عندي المنطقه دي هيبقى اسمها شريحه وسط فيلد ستريب، هنا شريحه وسط فيلد ستريب، هنا شريحه وسط فيلد ايه؟ ستريب. اللي عملته في الاكس دايركشن هعمله في الواي دايركشن، كولم فيلد كولم فيلد كولم فيلد، تمام كده؟ دي كده ايه الشرايح بتاعتي. انا ما يهمنيش ان انا ارسم،
انا يهمني اعرف العرض بتاع الكولم ستريب قد ايه والفيلد ستريب قد ايه. لو جينا قلنا كده بالنسبه للاكس دايركشن عندي الكولم ستريب، الكولم ستريب دايما بيساوي ال L2 على ال2، ده كده عرض الايه الكولم ستريب. ال L2 اللي هو الطول الاصغر اللي هو 5.5 هقسمها على 2 هتطلع ب 2.75 يبقى 2.75 متر، ده كده ايه بالنسبه للكولم ستريب. طب بالنسبه للفيلد ستريب في اتجاه الاكس دايركشن هجيبها ازاي؟ انا بقول الفيلد ستريب في اتجاه الاكس دايركشن يعني انا عايز المسافه اللي هي المسافه دي، لو قلنا دي 5.5 هطرح منها المسافه اللي هنا دي والمسافه اللي هنا دي اللي هي نص كولم ستريب ونص كولم ستريب، يبقى انا جبت ايه الفيلد ستريب. يبقى انا علشان اجيب الفيلد ستريب في اتجاه الاكس دايركشن قلت الطول ده اللي هو الطول في اتجاه الواي ناقص كولم ستريب. يبقى احنا هنثبتها علشان الوقت بتاعنا، يبقى اقول اكس دايركشن يبقى ال في اتجاه الواي ناقص الكولم ايه ستريب، تمام كده. ال واي اللي هي 5.5 ولا كام 5.5 ناقص الكولم ستريب يعني يطلع معايا 2.75 متر، تمام كده. ده كده بالنسبه للاكس دايركشن. طيب بالنسبه للواي دايركشن نفس الكلام، كولم ستريب وفيلد ستريب، الكولم ستريب دايما ثابته ال 2 على 2 تمام، فيبقى 2.75 الكولم ستريب ما بتتغيرش. طب بالنسبه للفيلد ستريب انا شغال واي دايركشن، يبقى اقول ال اكس ناقص الكولم ستريب، يبقى ال في اتجاه الاكس دايركشن هطرح منها الكولم ستريب. ال اكس اللي هي كانت عندي 6.5 طرحت منها كولم ستريب طلع الكلام عندنا ده بيساوي 3.75 متر. ده كده ايه اول خطوه عندي ان انا خدت الشرايح. نيجي الخطوه الثانيه ان انا باجي اطلع حاجه اسمها التوتال مومنتس، العزوم بتاعتي في اتجاهين كتوتال في اتجاه الاكس دايركشن وفي اتجاه الايه الواي دايركشن. هنحاول نستنتجها بسرعه او عشان ما نلخبطش نفسنا هنقول عندي ادي القانون المومنت اكس وادي القانون المومنت واي، تمام. الام اكس القانون اصلا بيقول لي الدبليو سلاب التيميت في ال اكس ناقص 2 على 3 دي الكل تربيع على 8 في ال واي، ده كده القانون. الام واي دبليو سلاب التيميت في ال واي ناقص 2 على 3 دي كل تربيع على 8 في ال ال اكس. القانون ده جه ازاي؟ انت عندك احنا عارفين لو انا قلت كده عندي البلاطه ادي كده البلاطه بتاعتي هنا، جيت خدت انا البلاطه بس لما اخد باكيه انا عايز باكيه كامله، يبقى هاخدها هنا ده طول اسمه ال ايه؟ ال اكس مثلا، وده كده اسمه ال ال او ده كده ال ال اكس وده كده ال ال ايه؟ ال واي، تمام؟ العمود بتاعنا موجود هنا وادي عمود ايه؟ موجود هنا كده بالمنظر ده، ده كده العمود ونفس الكلام هنا الناحيه الثانيه ايه؟ العمود بتاعنا. انا عايز اعرف المومنت، المومنت بتاعك المفروض بيبقى جاي لي كده قيمته كام؟ دبليو ال تربيع على 8، انا بحسب هنا المومنت في اتجاه مين؟ الاكس، يبقى دبليو في ال اكس تربيع على 8، بس احنا عايزين نحسب المومنت توتال، كلمة توتال يعني على اتجاه الواي كله، عشان كده بضرب في الاتجاه العمودي عليه اللي هو الاتجاه الواي، يبقى دبليو ال تربيع على 8 في ال ال واي، تمام؟ طب انا ليه قلت ناقص 2 على 3 دي؟ دي حتة كده هنا لان انت الطول بتاعك مش بيبقى المسافة ال ال واي بالظبط، لا بيبقى مسافة اقل منها بتساوي ال ال توتال ال ال اكس هطرح منها تلتين الدي، تمام؟ الدي هقولها دلوقتي. يبقى انا عندي لما شغال في اتجاه الاكس يبقى الدبليو سلاب التيميت في ال ال اكس هطرح منها تلتين الدي الكل تربيع على 8 في ال ال واي. هنيجي بقى عايزين نعوض في القانون اللي عندي ده معايا كده، هنعوض في القانون دلوقتي هنقول هنيجي نعوض في القانون اللي عندي. اول حاجه الدبليو سلاب التيميت انت لسه جايبها اللي هي 1.8، ال ال اكس انا عارفها اللي هو الطول في اتجاه الاكس دايركشن وال ال واي الطول في اتجاه الواي دايركشن، هنا نفس الكلام كل الحاجات دي انا ايه انا عارفها. ايه هي الدي؟ الدي قال لك ده اكبر قطر دايره يمكن رسمه داخل الايه العمود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا فرضت عمود بالمنظر ده كده او يمكن رسمه عند نقطه اتصال العمود مع البلاطه، ده كده التعريف بالظبط. يعني انا عندي عمود بالمنظر ده كده متصل مع بلاطه، هنا مثلا المسافه دي 30 والمسافه دي 60، يبقى اكبر دايره ممكن ارسمها كام؟ 30 سنتي، تمام كده. طب لو انا كان عندي ناخد بالنا من عند نقطه الاتصال دي ان انت لو عندك العمود بكولم هيد كده بقت نقطه الاتصال مش العمود بقت ايه الكولم هيد، فباجي اشوف ابعاد الكولم هيد هلاقي مثلا هنا 50 وهنا 70، يبقى اكبر دايره كام؟ 50، تمام. يبقى احنا اللي يهمنا نعرف قيمه الدي دي هنلاقي انها بتساوي يا اما البعد الاصغر للعمود يا اما البعد الاصغر لمين؟
للكولم هيد، يبقى الدي بتساوي البي اللي هو البعد الاصغر للعمود او الدي 2 اللي هو البعد الاصغر للكولم هيد. تمام كده؟ جينا هنا في مساله العمود اصلا 45 في 45 يبقى بوينت 4 5 على طول. تمام كده؟ جينا عوضنا، جبنا المومنت اكس وجبنا المومنت واي، ده هيطلع معانا 47 طن متر، وده كده هيطلع معانا 39 طن متر. تمام كده؟ حد كده كويس؟ ده كده انا ايه كل ده في الخطوه الثانيه عشان اوصل للبندنج مومنت دايجرام، فاضل لي خطوه واحده اللي هي ارسم بقى العزم. دلوقتي كده احنا كل ده الخطوه الثانيه بعد ما عرفنا الدبليو ستاب التيميت، جينا الخطوه الثانيه خدنا الشرايح بتاعتي جبنا التوتال مومنت، عايز دلوقتي اوزع التوتال مومنت على الشرايح بتاعتي اللي هي الكولم ستريب والفيلد ستريب. فاجي الاول كده ارسم الشرايح، اقول انا كان عندي في اتجاه الاكس دايركشن، الاكس دايركشن ده انا عندي عزم اسمه الام اكس اللي هو كانت قيمته بتساوي 47 طن متر. العزم ده انا عايز اوزعه، هوزعه في اتجاه الكولم ستريب في شريحه الكولم ستريب وفي شريحه الايه الفيلد ستريب. لو جينا رسمنا الكولم ستريب هاجي ارسمها كده، لو جيت بصيت انا في اتجاه الاكس دايركشن هلاقي اول حاجه عندي هنا ايه سبورت 1 2 3 4 والمسافه بينهم كده. اركز على الرسمه بتاعتي عندي كام سبان، في عندي كانتليفر ولا لا؟ تمام، يعني انا معانا كده الكولم ستريب هيجي لي بالمنظر ده كده، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. تمام، طيب بالنسبه للفيلد ستريب اللي هو الشريحه دي هيبقى عندي نفس الكلام، هنا هعتبر ده سبورت 1 2 3 4. اعتبرت ده سبورت ليه؟ قال لك تقاطع الكولم ستريب مع الفيلد ستريب بتاعت الاتجاه الثاني بيعمل حاجه اسمها الاستيك سبورت. انتوا عارفين عندنا كنا خدنا الكلام ده ايام البانل دي بيمز، عند السبورتات نوعين، يا اما ريجيد يعني سبورت مش هتحرك من مكانه اللي هو العمود، يا اما بيبقى الاستيك يعني زي الكاميرا، يعني انت عندك ادي كاميرا هي بيحصل لها اصلا ديفليكشن بس هي سبورت لايه لحاجه ثانيه. هنا ده بيعمل زي الكاميرا ان انت هنا عندك بيبقى ايه نيجاتيف مومنت كده وهنا نيجاتيف مومنت، فبيسحب الكلام ده معايا او بيعمل له كانه ايه كانه سبورت. تمام، بس بيبقى اسمه الاستيك سبورت، فانا اعتبره سبورت. فاجي ارسم كده هنا ادي كده الفيلد ستريب هلاقيها بنفس المنظر ده كده، ده كده بالنسبه للاكس دايركشن. طب لو جينا بصينا على الواي دايركشن هلاقي نفس الكلام، هلاقي الواي دايركشن عندي كان في عندي عزم اسمه الام واي قيمته بتساوي 39 طن متر، ونفس الكلام الكولم ستريب هتبقى جايه لي كده والفيلد ستريب هتبقى جايه لي ايه بالمنظر ده كده. تمام، ده كده الكولم ستريب وده كده هنا الفيلد ستريب. تمام، عرفتها ازاي؟ هاجي ابص في اتجاه الواي دايركشن 1 2 3 4 ونفس الكلام الايه الفيلد ستريب. تمام، نركز في الجزء ده ان هو بيقعد يغيرك بقى في شكل المساله. طيب هاجي دلوقتي عايز ابدا اوزع العزم، انت من هنا من الشرايح اللي انت واخدها دي تقدر انت او تقدر تعرف شكل العزم، يعني انا عارف او متاكد ان شكل العزم هنا هيبقى جاي لي بالمنظر ده كده وهنا عزم صغير، نفس الكلام هنا بالمنظر ده كده. على كل الشرايح انا ممكن ارسم رسمه العزم بالمنظر ده كده. تمام، يبقى انا عارف رسمه العزم، انا كل اللي عايز اعرفه عايز اجيب قيم هنا عزم النيجاتيف عزم بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، عايز اجيب قيم الايه العزوم دي. هجيبها ازاي؟ في عندنا تيبل موجود في الكود اللي هو تيبل 6 5، تيبل 6 5 ده بيعمل لي مومنت ديستريبيوشن او بوزع العزوم على اساسه. هعرفها ازاي؟ هو قايل لك حاجتين، في عندك باكيه خارجيه وباكيه داخليه، ده الكلام اللي قلناه في الاول، يعني باكيه زي دي اسمها باكيه ايه خارجيه، دي هنا داخليه دي كده ايه خارجيه. تمام، طب نبدا كده مع اول باكيه اللي هي الباكيه الخارجيه، قايل لك عزم سالب خارجي الف وب. ايه الفرق ما بين الف وب؟ قال لك نوع الارتكاز الطرفي، يعني الف الارتكاز الطرفي هنا مفيش مارجنال بيم، ب لو في عندك مارجنال بيم يبقى احنا شغالين الف، يبقى ب ده ايه مش عايزه دلوقتي. تمام، يبقى انا شغال كده الف اللي هو مفيش عندي مارجنال بيم. قال لي عزم سالب خارجي، عزم سالب خارجي في الباكيه الخارجيه يبقى ده مكانه فين؟ اللي هو العزم اللي ايه اللي بره الصغير ده قيمته 25، 25 يوصل بيها 25%، يعني بوينت 2.5 اضربها في ال 47، يبقى جيت هنا ضربت بوينت 2.5 في ال 47 جبت قيمه العزم ده ب 12. تمام كده؟ طب بعد كده الاقي عندي عزم موجب في الباكيه الخارجيه اللي هو العزم اللي هنا قيمته 30%، يعني بوينت 3 في ال 47 جبت من هنا العزم اللي هنا طلع بيساوي 14. بعد كده عندي عزم سالب داخلي في الباكيه الخارجيه يعني يقصد بيه العزم ده، تمام؟ قيمته 50% يعني نص ال 47 يعني هيطلع معانا 24. طبعا في عندي سيمتريه يبقى نفس الكلام الناحيه الثانيه 24 عند 14
وعندي هنا ايه 12. طب العزم اللي في النص ده اجيبه ازاي؟ دي الاول باكيه داخليه، يبقى باكيه داخليه عزم سالب ولا موجب؟ عزم موجب، قيمته 25% من الام اكس اللي هو بيساوي 12. تمام كده. طيب امتى بقى يظهر عندي عزم سالب داخلي؟ ده مش هيظهر لك غير في حاله ان انت عندك اكتر من 3 سبانز. يعني انا عندي باكيه بالمنظر ده كده، 1 2 3، ادي 1 2 3 وكده بالمنظر ده. فالعزومه هي جايه لي كده، دي كده باكيه خارجيه ودي كده باكيه خارجيه والاثنين دول داخليه. ده كده عزم موجب داخلي او عزم موجب في الباكيه الداخليه، وده عزم موجب في الباكيه الداخليه، وده عزم سالب فين؟ في الباكيه الداخليه. يبقى الجزء ده مش هيشتغل معايا غير لو انت عندك اكتر من 3 بواكي. ماشي، نرجع كده المساله. يبقى انا جيت هنا عوضت جبت ده ال 12. ده كده بالنسبه للكولم ستريب. طيب بالنسبه للفيلد ستريب هتلاقي عندك قايل لك شريحه وسط، شريحه وسط نفس الكلام، هشتغل الاول على الباكيه الخارجيه. عايز اجيب العزم الصغير اللي بره ده 5% لان ده سالب خارجي، 5% من المومنت بتاعنا اللي هو الام اكس هيطلع الكلام ده بيساوي 3. طب بعد كده عزم موجب في الباكيه الخارجيه اللي هو 20%، 20% من الام اكس هتطلع 9. وبعد كده عندنا عزم سالب داخلي اللي هو هيبقى كام؟ 50% او 20% هيطلع 9. ونفس الكلام الناحيه الثانيه 9 9 3. بعد كده الباكيه الداخليه ده انا عايز لها مين؟ عزم موجب، يبقى 15% يطلع مثلا 8. تمام كده؟ ده كده بالنسبه للايه؟ للكولم ستريب والفيلد ستريب. اللي عملته في اتجاه الاكس دايركشن هنعمله في اتجاه الواي دايركشن، بس هعوض بقيم مين بقى؟ الام واي. تمام كده؟ هاجي اعوض بقيم الام واي، هجيب الكولم ستريب من الجزء اللي فوق واجيب الفيلد ستريب من الجزء اللي هنا. تمام كده؟ نيجي على المرحله الثالثه اللي هي مرحله الديزاين. هاجي دلوقتي ابص كده الاقي انا عندي مجموعه عزوم معايا كده يا باشمهندس، معايا مجموعه عزوم في اتجاه الاكس دايركشن واتجاه الواي دايركشن. معنى العزوم دي ايه؟ يعني انا دلوقتي عارف ان العزم في المنطقه دي، لو شاورت لك على المنطقه دي كده هقول يبقى العمود ده في اتجاه الاكس دايركشن عليه عزم قيمته 24. يبقى عايز اشوف هنا ال 24 دي عايزه تسليح قد ايه. تمام. وفي الواي دايركشن هنا العمود ده اللي هو العمود الثاني ده كده في الواي دايركشن عليه عزم كام؟ 19. فاعرف له التسليح. يبقى انا كل منطقه عايز لها ايه؟ تسليح معين على حسب شكل المومنت. طب انا لما اجي اصمم طبعا مش هصمم كل القطاعات دي، فعندك طريقتين. في طريقه اللي هو يجي تصمم اقصى قطاع، يعني هاجي اشوف اعلى واحد في الاكس دايركشن والواي دايركشن واصمم عليه. وفي طريقه ثانيه يجي يصمم قطاع في اتجاه الاكس دايركشن وقطاع في اتجاه الايه؟ الواي دايركشن. طبعا الطريقتين مش فارقين، يعني انا ممكن اشتغل باتجاه اعلى واحده وخلاص. انا هقول لك هتفرق في ايه دلوقتي. نيجي نبص كده، نبص دلوقتي انا هشتغل بأني طريق. انا هاجي اخد اعلى واحده، طبعا ايه؟ توفير للوقت. فهاجي ابص انا عندي اتجاه الاكس دايركشن وادي اتجاه الواي دايركشن معايا كده يا باشمهندس. هاجي ابص على اتجاه الاكس دايركشن والواي دايركشن، هبص على اعلى قيمه عزم واصمم بيها. اعلى قيمه عزم موجوده فين؟ اللي هي ال 24. طب انا دلوقتي يبقى انا من الرسمه دي كلها انا محتاج ايه؟ اهم حاجه اعرف قيمه اعلى عزم. طب انا كنت ممكن اعرفها من الاول لو انت ما عندكش وقت بقى وعايز تنجز، ممكن اجي ايه؟ عايز ارسم شريحه واحده اللي هي الكولم ستريب. بس ليه؟ لان دايما الكولم ستريب اعلى من الفيلد ستريب. طب انا اعرف مين الكولم ستريب اللي هتجيب لي اعلى عزم؟ دايما في اتجاه الفرش. واتجاه الفرش طبعا فاكرين في السوليد سلاب كان مع القصير والغطا مع الكبير، هنا العكس. هنا بتلاقي الفرش مع الاتجاه الكبير والغطا مع الاتجاه القصير. يعني اجي ابص كده الاقي ده 6.5 وده 5.5، يبقى مين اعلى عزم هيطلع؟ هيطلع في الكولم ستريب اللي في اتجاه ال 6.5 اللي هو الاكس دايركشن. تمام. يبقى انا كنت كل اللي محتاجه من الجزء ده ان انت كمؤقتا كده ترسم ايه؟ الكولم ستريب بتاعت الاكس دايركشن عشان اعرف مين اكبر عزم عشان اقدر اكمل مسالتي. بعد كده ممكن لو عندك وقت ارجع كمل الكلام ده، طبعا عليه درجات، يعني كل الكلام ده عليه درجات، بس اهم حاجه عشان ما تعطلش الايه؟ الشريحه دي اللي هي في الاتجاه الكبير الكولم ستريب. تمام. جيت انا هنا قلت ان انا عندي عزم قيمته ام التيميت ب 24 طن متر، ده اللي انا ايه؟ هصمم عليه. ده قطاع معرض لعزم، يبقى زيه زي زمان زي ما كنا بنصمم في البلاطه. باجي اقول الدي بيساوي السي 1 جذر الام التيميت على الاف سي يو في البي. طيب بالنسبه للدي، الدي كانت التي ناقص الكفر، التي عندي اللي هي السكنس بتاعت البلاطه، التي سلاب ناقص الكفر. اللي هيفرق بقى معاك لو اشتغلت اكس دايركشن واي دايركشن هو مين؟ الكفر ده. لان انا قلت لك الاكس دايركشن ده في اتجاه الفرش، يعني اللي هو الايه؟ الحديد في بالمنظر ده كده، ده كده الحديد اللي هي الفرش. الواي دايركشن ده الغطا، يعني الحديد بتاعك هيبقى موجود لي فوق ده كده في الاتجاه الثاني. تمام. لو جينا بصينا الكفر هنا 2 سم،
ده كده الكفر بتاعنا للفرش. طب بالنسبة للغطاء هيزيد عليه مين؟ السيكنس، فيبقى كام؟ 3 سنتي مثلا. يبقى هو ده الفرق الوحيد لو انت اشتغلت اكس دايركشن واي دايركشن، كل حاجة ثابتة ما عدا ان انا مرة اخد التي سلاب ناقص 2 ومرة التي سلاب ناقص كام؟ 3، فمش هتفرق معاك قوي يعني. فعشان كده انا ايه قلت اشتغل باعلى قطاع وخلاص اللي هو دايما في اتجاه الفرش، يبقى دايما هيبقى كام؟ هطرح منه كفر 22 ناقص كفر اللي هو 2 سنتي يبقى 20 سنتي. ده كده قيمة مين؟ الدي. طب بالنسبة للمومنت التيميت انت عندك 24 طن، يبقى اقول 24 في 10 اس 5 الاف سي يو ب 250. طب ايه هو البي؟ عرض الشريحة بتاعتك. انا شغال على شريحة كولم ستريب، عرض الكولم ستريب لو فاكرين كان 2.75 يعني 275 سنتي. من هنا هطلع مين؟ السي واحد. جيت من هنا جيت السي واحد طلعت معانا بتساوي 3.4. هندخل الجدول بتاعنا ونجيب الجي، طلعت الجي 0.77. رحت جاي معوض في المعادلة التانية، معادلة الاريا ستيل بيساوي الام التيميت في 10 اس 5 على الاف فيلد في الدي في الجي. معايا كده يا باشمهندسين؟ جيت من هنا الحتة دي لازم تركيز كويس. الاريا ستيل اللي انا مطلعها دي الاريا ستيل بتاعت الايه؟ الشريحة كلها. فجيت من هنا جبت الاريا ستيل بتاعتي دي طلعت بتساوي 42 سنتيمتر مربع. ده كده تسليح الاستريب. ليه تسليح الاستريب؟ لو فاكرين في السوليد سلاب انا كنت باجي افرض البي بواحد متر 100 سنتي، فلما كنت اقول 100 سنتي فكان يطلع لي التسليح بتاعنا للمتر. انا جيت هنا قلت البي بالكولم ستريب، يبقى التسليح اللي هيطلع لك تسليح مين؟ الكولم ستريب. تمام. هاجي اقول بعد كده الاريا ستيل على المتر الطول اللي انا عايزها بتساوي الاريا ستيل اللي هي 42 سنتيمتر مربع دي هقسمها على عرض الكولم ستريب اللي هو 2.75 متر عشان اعرف المتر الواحد فيه قد ايه. جيت من هنا جبت الكلام ده طلع معانا بيساوي 15 سنتيمتر مربع اللي هو حولته اسياخ طلع بيساوي 8.16. معايا كده؟ ده كده بالنسبه للتسليح. في واحد تاني بقى عايز يجي يشتغل قطاع تاني اللي هو في الواي دايركشن، كل حاجه ثابته ما عدا مين؟ التي سلاب ناقص الثلاثه. ماشي كده؟ ايه ده؟ لا 8.16 ده تسليح السكشن عند المومنت 24 بس. معايا كده؟ نكمل كده. جيت دلوقتي حته هتعجبكم بقى. جيت دلوقتي هنا جبت انا ال 8.16، ال 8.16 ديت مكانها فين؟ عند ال 24، هتيجي على الرسمه بتاعتك اللي انت حاطط عليها المومنت. معايا كده يا باشمهندسين؟ هاجي هنا اقول هنا في 8.16 وهنا 8.16، اللي كان بيسال مكان ال 8.16 سفلي ولا علوي؟ لا ده هنا مكان الكام؟ ال 24. طب بقيه الشريحه بتاعتي هتمشي لي ازاي؟ هتمشي لي نسبه وتناسب. يعني انا عارف ان ال 24 جابت لي 8.16، يبقى ال 14 هتجيب لي كام نسبه وتناسب؟ تجيب اريا وتحولها لايه؟ لتسليح. ده المفروض. بس احنا هنعمل ايه؟ هنيجي نقول دلوقتي انت عندك في شروط. ايه الشروط؟ يعني انا قلت هنا 8 يبقى ال 12 هياخد لي كام؟ انت عندك هنا ده 24 خد 8 يبقى ال 12 هياخد كام؟ ايه الشروط بقى اللي عندنا؟ اول شرط ان انت عندك ده كده 8 لما يجي يربط مع واحد تاني يا اما يكون زيه يا اما يكون نصه او 4. تمام؟ يبقى 8 و4 يعني يا اما شبكه كامله يا اما ايه؟ نص الشبكه. تمام؟ طب الحاجه الثانيه مش عايزين نقل عن 5. يعني انا عندي يا اما اقول 10 يا اما كام 5، ما تقلش عن 5 في المتر. معايا كده؟ ايوه ما هو ده اللي هنعمله. يبقى انا هاجي دلوقتي اقول هنا 8، يبقى هنا مش هقلل بقى، مش هينفع اقول النص واثبت القطر. يبقى هقول هنا كام؟ هخلي 8 وهنا 8، بس ال 8 هتبقى كام؟ نقول مثلا فاي 12 وهنا 8 فاي 12 بالمنظر كده. تمام؟ ماشي. يبقى انا عندي هنا قلت ال 24 8 فاي 16 وال 12 8 فاي 12. ننزل لتحت ده 12 يبقى ياخد كام؟ لسه انا واخد 12 8 فاي 12 خلي زيه. يبقى ادي هنا ال 12 ده 8 فاي 12، ده 14 ياخد كام؟ لا عايزين يا اما زيه يا اما نصه وما ينفعش 4. يبقى 8 8 فاي كام؟ مش هتقول 16 بقى، 8 فاي 12 برضه. طيب ننزل على الناحيه الثانيه بنفس الفكره كده، بنفس الفكره. انا عندي هنا التسعة ال 12 كان 8 فاي 12، يبقى التسعة كام؟ ايه؟ يبقى كام؟ نقول مثلا 5 فاي
12 5 في 12. طيب بعد كده هنا نفس الكلام، هنا اللي تحت 9 و8 و9، لسه انا حاطط فوق 9 5 في 12، يبقى اللي تحت كام؟ كل دول 5 في 12. طب بقى هنا الثلاثة، الثلاثة هتديها كام؟ ايوه هو ده اللي هنعمله، هديها 5 في 10. يعني هاجي اقول ده 5 في 12 يبقى دي 5 في 10 ودي 5 في 10. ماشي، ده كده في اتجاه الاكس دايركشن. اللي عملته في اتجاه الاكس دايركشن معايا كده خلاص بقى، خلاص اللي عملته في اتجاه الاكس دايركشن نفس الفكره ايه في اتجاه الواي دايركشن. هتلاقي الواي دايركشن اقل، يبقى همشي ايه الكلام بنفس النظام. تمام كده. تشوف بقى موضوع الرسم دلوقتي بعد ما خلصنا الجزء بتاعنا، يبقى انا ايه جيت حسبت اللود، عملت الاناليسز، وصلت ان انا عندي ايه الشرايح بتاعت اللي انا بعد ما صممت رجعت تاني على المومنت ديستريبيوشن بتاعنا معايا باشمهندس، وجيت وزعت التسليح بتاعنا في اتجاه الاكس دايركشن وفي اتجاه الواي دايركشن. هاجي الخطوه اللي بعد كده ان انا عايز ارسم. عشان ارسم انت عندك الرسمه بتبقى موجوده في الكود، الكود جاي يقول لك كده عندك ده كده التسليح في حاله ان انت عندك بدون سقوط، يعني مفيش دروب بانل، والتسليح المختلف في حاله ان انت عندك ايه دروب بانل. يبقى دي تقريبا هما الحاجتين بس الاختلاف. يعني لو فاكرين الاختلاف كان اول حاجه السيكنس التي سلاب اللي على 36 وان انا اجيب ابعاد الدروب بانل. الحاجه الثانيه عندي مين اللي هو الرسمه، ان هنا يبقى في عندي الرسمه مختلفه خالص معايا كده. طيب علشان اصلح دلوقتي بالمنظر ده، انا بحب في طريقتين، ممكن اجي اشتغل على الرسمه كامله، وممكن اجي اخد له شرايح في اتجاه الاكس دايركشن وشرايح في اتجاه الايه الواي دايركشن. لو جيت انا علشان الرسمه توضح هاجي اقول كده، هاجي كده على اتجاه الاكس دايركشن. في اتجاه الاكس دايركشن هاجي اخد شريحه من الرسمه التوتال اللي احنا كنا عارفينها. الرسمه كلها لو جينا خدناها بالمنظر ده كده كانت جايه لي كده، كان في هنا عندي عمود سنتر كده، كان عندي اعمده بالمنظر ده، ونيجي نقول عندي عمود كده، بس هاجي في الاكس دايركشن اكتفي بده، يعني مش هعمل اكتر من كده. يبقى انا اخدت ايه نص الرسمه. تمام، هاجي هنا اوضح عليها التسليح بتاعنا الكولم ستريب. فهاجي عايز ارسم التسليح، فعشان ارسم التسليح الاكس دايركشن انا عايز ارسم الكولم ستريب بتاعتي وعايز ارسم الفيلد ستريب بتاعتي. فاجي احدد اول حاجه الكولم ستريب، طبعا انا بكون راسم بسكيل 1 ل 50 او 1 ل 100، فدي كده المسافه بتاعتي اللي هي كانت كام؟ الخمسه، او كانت دي السته، دي الخمسة ونص متر، دي الخمسة ونص متر. فاجي اخد هنا الكولم ستريب، عرض الكولم ستريب كان 2.75، يبقى نصها فوق ونصها تحت، واجي احدد هنا ادي كده المسافه دي كده كلها، ده كده مين؟ ده كده هنا ممكن اشاور عليها واقول المسافه دي كده الكولم ستريب اللي هي 2.75 متر. ده كده بالنسبه للايه للكولم ستريب. طب بالنسبه للفيلد ستريب هتبقى ما بين كولم وكولم، ادي فوق عندي نص كولم ستريب، يبقى دي كده اسمها ايه الفيلد ستريب اللي هي المسافه بتاعتها هنا كانت 2.75 متر برضه. الفيلد هي اللي بتختلف، الكولم دايما ايه ثابته. تمام، طب انا وانا جاي اشتغل بعدت عن الباكيه اللي فوق ليه؟ لان انت لو هتيجي تشتغل هنا تاخد بالك ايه ان دي نص كولم ستريب، يبقى التسليح ده كله هتقسمه على 2. تمام، يبقى مش هينفع يبقى 4، يبقى اقسم على 2، يبقى مش هقول ايوه على المتر. تمام، بس انا دلوقتي شغال نص المتر او النص اللي نص الكولم ستريب، يعني انا قسمت لا، يبقى انت ارجع ديزاين بقى تاني خالص. يعني وانا شغال في الديزاين الارقام دي على اساس ان انا قاسم على 2.75، ارجع اقسم لي هنا على نص ال 2.75، فاقسم مره واحده على النص. تمام، يبقى نص التسليح. جيت من هنا دلوقتي، جيت من هنا عايز ابدا اسلح، هاجي اشتغل مع اول حاجه اللي هي الكولم ستريب. هتلاقي عندك تسليحها يقول لك هنا تسليح شريحه العمود وهنا شريحه الايه الوسط. انا عندي التسليح عباره عن حاجتين، تسليح سفلي وتسليح ايه علوي. هتلاقي عندك التسليح السفلي اللي هو البي اللي هو التسليح بوتر، تسليح السوق العلوي اللي هو التي اللي هو تسليح التوب. تمام، جاي قايل لي ان انت عندك 100% يمشي لك من وش العمود لايه لوش العمود، يبقى ده كده السفلي بتاعنا. يبقى اجي اطبق الكلام ده عندي هنا على الكولم ستريب، يبقى عندي 100% هيمشي لي من وش العمود لوش العمود. نفس الكلام هنا 100% من وش العمود لوش العمود. انا برسم طبعا ايه تفريد، فباجي من هنا 100% من وش العمود لوش العمود، ده كده التسليح الايه السفلي بتاعنا. طب القيم بتاعته اجيبها ازاي؟ هاجي بقى على الاكس دايركشن. هنا كان عندي 5 في 16، هنا 5 في 16، هنا 5 في 16، انا كنت ماشيه على الكل. يبقى اجي اكتب هنا ده كده 5 في 16، 5
فاي 16 على المتر، وهنا 5 فاي 16 على المتر. تمام كده؟ ده كده بالنسبه للسفلي. طيب بالنسبه للعلوي قايل لي 100% بالمنظر ده كده، بيبقى على الطرف، لو انت على الطرف هيبقى جاي لي بالمنظر ده زي شوكه كده، وبتمتد مسافه اسمها الدي، ولو عند عمود في النص بيجي من وش العمود يدخل لي مسافه هنا الدي ومسافه هنا ايه الدي. طب لو جيت بصيت على قيمه الدي هتلاقي قايل لك الدي دي بتساوي 0.33 من ال ال ان. هو عامل لك جدول كاتب لك فيه قيم الرموز. ايه هي ال ال ان؟ ال ال ان قال لك ده البحر الصافي، يعني انا عندي المسافه دي كلها 6.5، يبقى اطرح منها نص العمود ونص العمود. طبعا مش فارقه معانا قوي، احنا هنعمل ايه؟ 0.33 ال ال ان دي اعتبرها التلت. يعني ايه التلت؟ يعني اجي ده يمتد تلت المسافه، يعني اجي بالمنظر كده اقسم ده تلات اجزاء، 1 2 3، ده يمتد للتلت ده وده يمتد للتلت ده. تمام؟ يبقى هاجي اعمل كده هنا، هاجي ابص على المسافه دي من اول هنا لحد هنا، هاجي اقسمها تلات اجزاء بالمنظر كده، ادي 1 2 3، 1 2 3، قسمتها تلاته كده تلاتات. تمام؟ هاجي اول حاجه ده خارجي، يبقى شوكه بالمنظر ده كده تمتد لحد التلت، ده هنا هيجي لي من التلت للتلت، من التلت للتلت، وده هنا خارجي، يبقى ايه؟ زي الشوكه دي. تمام كده؟ بالمنظر طبعا مش هتقيس حاجه، طبعا هي بالمنظر، المهم ما يبانش، يعني ما يجيش ادخل بده لحد النص، يبقى انت كده واضحه ايه، اوصل تقريبا بالشبه كده لحد التلت. طيب عايز اعرف القيم دي، قال لي هنا كله 100%. نيجي نرجع على الرسمه بتاعتي، هنا 8 12 8 16 16 ايه 12، يبقى اجي هنا ده كده 8 12، ده كده 8 16، ده كده 8 16 على المتر، وده كده 8 فاي كام 12. ده كده بالنسبه للكولومستريب. تمام كده؟ ايه ده؟ المفروض المناطق اللي ما فيهاش تسليح دي فيها علاقات، يعني طبعا البره مش بيحصل الكلام ده خالص، بره التسليح بيبقى بشكل مختلف، بنيجي نفرض شبكه بتبقى ماشيه لك على القطاع ككل، والباقي بحط اضافيات عند الاعمده. تمام؟ بس احنا ده ايه، الطريقه الامريكال، فده كلام ايه نظري. تمام؟ فباقي المفروض المناطق الفاضيه دي بيتحط فيها مينيمم اللي هو العلاقات. الدكتور محمد حسين قال السنه اللي فاتت مش عايز علاقات تبقى موجوده. تمام؟ قال لك ايه، كده كده معروف منطقه فاضيه هتحط فيها علاقات، انا يهمني عايز الايه، الحديد الرئيسي عشان اعرف اشوف. طيب ايه ده؟ يعني انت عندك هنا 8 فاي 12 كده، وهنا 8 فاي 16 كده، يبقى اجي اعمل علاقات هتمشي لي كده واصله واصله كده 8 فاي 10 عشان ما يبقاش في حته فاضيه. ايه ده؟ ده الطبق العلوي. انت لو بصيت الرسمه دي بالظبط جايه لي كده دلوقتي كده، متخيل؟ ده سفلي وده كده علو، يبقى طبقتين تسليح. اه تمام ماشي. نرجع دلوقتي، ده كده خلصت مين؟ الاكس دايركشن. نبص، او خلصت الكولم ستريب في الاكس دايركشن، نبص بقى على الفيلد ستريب. هلاقي الفيلد ستريب معايا كده يا باشمهندسين، الفيلد ستريب الاقي قايل لي عندك 50% بقى السفلي متقسم 50 و50، اول نص بيمتد بعد السنتر لاين بتاع العمود بمسافه ما تقلش عن 75 كام ملي. يبقى احنا هنمشي قد ايه؟ هاجي اقول له كده من هنا همشي بعد السنتر لاين مسافه 75 ملي، يعني هاخده من وش العمود لوش العمود، يعني خليه زي اللي تحتيه. تمام؟ يبقى اجي اقول له السيخ ده خليه زي ده، من ايه؟ من وش العمود لوش العمود. نفس الكلام هنا، من وش العمود لوش العمود، وكده من وش العمود لوش العمود. قيمته كام؟ 50%. طب ال 50% الثانيه قال لك بتتاخر من السنتر لاين مسافه 0.125 من ال ال ان. احنا المسافه دي 0.1 تقريبا، يعني ايه؟ يعني العشر. يعني انت تيجي بالمنظر كده، هاجي عند السنتر لاين ده خد منه عشر المسافه هنا، وادي عشر المسافه هنا، عشر المسافه كده، عشر المسافه كده. ماشي. هنيجي نمشي دلوقتي المسافه بتاعت اللي هي العشر، فهاجي كده من اول هنا لحد هنا لحد العشر بتاعنا، واجي هنا من العشر للعشر، واجي كده من العشر ايه للاخر، يبقى ده كده ال 50% التانيين. طيب لو جينا دلوقتي عايزين القيم بتاعتي، انا كان عندي ده كده الفيلد ستريب بتاعت الاكس دايركشن، فاجي هنا الفيلد ستريب الاقي تحت 5 فاي 12 من الاول للاخر، يبقى اقسمها كده 2.5 و2.5 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 وهكذا. 2.5 يعني في ال 2 متر في كام؟ في 5. تمام كده؟ ماشي. طب بالنسبه للحديد العلوي، الاقي الحديد العلوي بيوصل لي مسافه اسمها السي. قيمه السي لو بصينا هتلاقي كاتب لك السي 0.25 ال ال، يعني ربع المسافه. هاجي نفس الكلام، بدل ما اقسم لربع بقى همشي عادي زي التسليح اللي تحت، بس ده واصل للتلت اتاخر عنه شويه. يعني هاجي ارسم ده كده، ده كده واصل للتلت هنا، يبقى انا اتاخرت ايه شويه،
ده كده هنا كان التلت، يبقى انا ايه اتاخر عنه شويه. ده كده هنا التلت، يبقى انا اتاخر عنه شويه. فمين بعمل ايه؟ ده كده هنا امشي لحد كده. قيمته كام؟ 100%. اخد الارقام من ايه؟ من عند هنا. واضحه الحته دي؟ يعني هي بالمنظر كده 25%. المهم يعني انا بقول لك الحاجات المهمه، يعني انت عندك اللي تحت ما تجيش تلاقي الكولم ستريب كده والاقي الفيلد ستريب اكبر منها مثلا. لا، الفيلد ستريب لازم تكون ايه؟ اقل منها. تمام؟ دي كده الحاجات اللي بتبص عليها. ماشي، ده كده اتجاه الاكس دايركشن. هنيجي بسرعه كده نبص على اتجاه الواي دايركشن. ليه اتجاه الواي دايركشن يفرق معايا حاجه واحده اللي هي الناس دايما بتتلخبط فيها، اللي هي اتجاه النظر. لو جينا خدنا واي دايركشن بالمنظر ده، خدت اعمده بس كده، ده كده الكولم ستريب مع باشمهندسين. اخر حاجه في الواي دايركشن، اهم حاجه عندك اتجاه النظر. هو نفس القواعد، بس اتجاه النظر بتاعنا زي ما احنا عارفين دايما منين؟ من هنا، من ناحيه اليمين. يبقى وانا جاي ارسم هاجي اقول السفلي بتاعي هيبقى جاي لي كده من وش العمود، ده كولم من وش العمود لوش العمود بالمنظر ده كده. ده كده السفلي. العلوي اللي هو بيمتد مسافه التلت اهو، ادي مسافه التلت بالمنظر ده، ادي كده ايه بالمنظر ده كده. تمام؟ ده كده العلوي. يبقى اتجاه النظر بتاعي هنا، ده كده السفلي وده كده العلوي. ما حدش يجي يرسم لي من الناحيه الثانيه فيجي يقول لي ده كده سفلي، يبقى كده ايه؟ اللي هيجي يقرا يبص ان ده كده علوي. تمام؟ ده كده اهم حاجه عندي. ونفس الكلام في الفيلد ستريب، هاجي اروح مقسمها 50% من الوش وال 50% التانيين يتاخر ايه؟ العش، واللي فوق هيبقى ايه؟ اقل من ده. تمام كده؟